عليك. الحكم الأول أنك تدي الشيء له كاملة، لا بأس يا صدري من الضيق، لا بأس. والحكم الثاني الحكم الثاني على الحمام 174 مغرف. الحكم الثالث، الحكم الثالث الله يبارك فيك، دقيق براسك ووجهك. عندك الشيء لك بس انا شعرت اكون ذكر لي البيت. ها؟ الان انا شريعة الغضب شيء الى بدلك. لا بأس يا صدري من الضيق، لا بأس من هو بحياته ما يذوق الهمومي تخنقني لي صاحبي وكتمان الأنفاس وسمر الدنيا وضوء النجوم. لي صاحب لو كنت جالس مع الناس لا زارني نوره يحلي علومي تحرقني العبرة وكتمان الأنفاس وسمر الدنيا وضوء النجوم. عيد البيت، عيد البيت صاحب لو كنت جالس مع الناس لا زارني نوره يجلي ظلومي. شعر وجرس إيه لا بأس يا صدري من الضيق، لا بأس من هو بحياة ما يذوق الهموم تخنقني العبرة وكتمان الأنفاس وسمر الدنيا وضوء النجوم. أبو غضب يا محزمي يا شذ البعز. الله يحييك يا أبو غضب، الله يحييك، الله يحييك يا أبو غضب. يا جماعة كلكم ضيف أبو غضب، والله في ذمتي ذمه، بيض الله وجهه. شلوني شلوني من بلادي على بلاده، شلوني دار محبوبي وطن ثاني. شلوني شلوني من بلادي على بلاده، شلوني دار محبوبي وطن ثاني. يا جماعة بالله اكتبوا، اكتبوا كلكم. أبو غضب كفو بالله، الله يبارك له. شلوني شلوني من بلادي على بلاده، شلوني دار محبوبي وطن ثاني. شلوني شلوني من بلادي على بلاده، شلوني دار محبوبي وطن ثاني. يا حبيبي انت كيف هناك طالع؟ تمام تمام. قبل